لا 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 وين باقي المتسابقين؟ أنا أكثر منك. وين المتسابقين؟ يا منيف. انتوا عارفين ايش سويتوا؟ لا تتلفت يا عبد المجيد وانت يا منيف وكل اللي سوى يا فارس. انا ما ابغى اذكر اي اسم. انتوا عارفين كم قيمه الكاميرات هذه والمايكات والاثاث؟ هذه الصوره اللي تبغون توصلونها للمشاهد، هذه الختاميه اللي انتوا تبغونها للاطفال، تبغون يقلدوكم في هذا الشيء؟ هذه نهايتها؟ يرضيك شكلك يا عبد المجيد؟ بعدين اخر شيء الواحد يقول لي انا تعبان، انا فيني. لا لا ترى ما له دخل. لا تتكلم، انا ما قلت لك تتكلم. لا لا تقول لي ما قلت لك تتكلم. لا ما قلت لك تتكلم، ما قلت لك تتكلم. انا ما قلت. واللي قاعد تسويه الحين وش؟ انا ما قلت لك تعبان. وطيب وهذا اللي قاعد تسويه وش؟ انا كنت قلت لك تعبان. وش اللي تسويه الحين هذا؟ سؤال. انا كنت بعدها شوف كم واحد حاط يده، شوف كم واحد حاط الشماغ، يجي بعده يقول لي انا تعبان، انا فيني ربو. وش اسوي له ذاك الوقت؟ لا تسوي لك نظر للنظرة هذه، هذه ما تناظرني فيها. لا ناظرك فيها. لا ما تناظرني فيها. لأنك أخطيت. ما تناظرني فيها. جيد. ما تناظرني فيها. هذه الرسالة اللي تبغى توصلها للجمهور. نزل يدك يا فارس. حنا نعترف إنك غلطان. حتى تدرس يدك خمسة ما سواها. حنا نعترف إنك غلطانين أبو. تعترف إنك غلطان؟ ونتعذب. بكل بساطة يعني كذا خلاص أنا غلطان؟ لا لا. أغلط على الشاشة. لا لا أبو كاتب. اسمعني يا فارس. اسمعني. خليني أخلص كلامي. بالله يرضيكم ذا الشيء أنت توصلون للجمهور؟ لا. للأطفال أمانة لا ترضى طفل يسوي الشيء هذا؟ لا. كاميرات قيمتها بالآلاف تقومون تسوون زي كذا؟ الأثاث من اللي بيدفع قيمته؟ في النهاية الواحد يطلع الشاشة. أنا أعتذر، أنا أخطيت والله. لو يتكرر الخطأ ذا مرة ثانية أقسم بالله ما يصير خاطركم طيب والله، وأنا أقولها على آخر البرنامج.
نزل يدك يا فارس. أبو كل حاجة واحدة بس. لا تقول أي شيء. أنت مخطي تحمل خطأ. أنا مخطي صح. فارس نزل يدك. أنت مخطي. طيب حنا مخطين حنا مخطين نعتذر بالخطأ. تبغى تعتذر تبغى شيء عندك الهوى بعدين لا تقول عندي. ما كان سويت الخطأ هذا. يرضيك المنظر هذا أمانة. لا والله. عمر يرضيك؟ لا والله ما يرضي. بندر. بن دفنة. عبد المجيد محمد منيف فارس. لا. سالم راشد. حتى اللي رجعوا. أنا ما أبغى أذكر اسم أحد. بس الشيء هذا والله اللي تعاقبون عليه ولنا كلام بعد الهوى. نص ساعة إذا القرية ما تنظفت الإنتاج ما راح ينظفها، أنتوا راح تنظفونها. أبشر. الخصم دبل. أبشر. انتهى الكلام معكم. أبشر. مسحاه شوف النايمين تك صالح والله ما لك ذنب والله ما لك ذنب لا نظف والله لا نظف معك صدرك تعبان طيب انت رطم وبنظف والله انا نظف بترطم منيف هيا بسرعه منيف بترطم وبنظف تربتك ابشر بترطم وبنظف ما عليه يا اخوي ربع انت عاون وما ذله ما عليه البنينة لا 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 مو مو